السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي فيزياء للصف الرابع العلمي. وصلنا مثال الثاني صفحة 170. شحنة كهربائية مقدارها 2×10^6 كولوم وضعت في مجال كهربائي منتظم، يبدي قوة مقدارها 8×10^2 نيوتن. ما هو مقدار المجال الكهربائي؟ طبعا كلش سهلة. هذا المثال، يلا عيني، مجرد أطبق أكتب قانون مقدار المجال الكهربائي، أكتبه وأطبق عليه. مثال الثاني صفحة 170، مثال الأول طبعا شرحناه. أقول المجال الكهربائي يساوي إن F على Q شحنة، يعني القوة على الشحنة. إي يساوي إن إيش قد القوة مطيني؟ 8×10^2 نيوتن على اليمن، على الشحنة 2×10^6 كولوم. اختصر، هاي بها وحدة هاي بها أربعة. إذا إي يساوي إن 4×10^4 نيوتن على كولوم. هاي العشرة من جتي 6 أصعدها صير موجب 6 ناقص 2 4، هذا مقدار المجال الكهربائي. تمام ماما؟ زين، هسه نجي ويانا نحل الجهد، يعني نلخص قصدي الجهد الكهربائي. خلينا نلخص ويا المثال. تمام اوكي، نلخص الجهد الكهربائي. هنا اكو تعريف للجهد الكهربائي. تعريف الجهد الكهربائي هي الطاقة، تعريف الجهد الكهربائي هي الطاقة، الجهد هي الطاقة الكامنة الكهربائية لوحدة الشحنة في نقطة داخل المجال الكهربائي، وهي كمية غير اتجاهية. والجهد الكهربائي الطاقة الكامنة الكهربائية على الشحنة، V يساوي W على Q. هذه ما بيشي بس تعريف الجهد الكهربائي. زين، هسه نجي على اليمن، على فرق الجهد الكهربائي. تعريف فرق الجهد الكهربائي، يلا يا ماما، تعريف فرق الجهد الكهربائي نعرفه، هو مقدار الشغل اللازم، هو مقدار هذا منه، هو مقدار الشغل اللازم لنقل الشحنة الكهربائية الموجبة من إحدى النقطتين إلى الأخرى مقسوما على مقدار تلك الشحنة. تعريف المجال اللي قصد الفرق الجهد الكهربائي، أقول له وهو مقدار الشغل اللازم مقسوما على مقدار الشحنة. إذا هيك أقول، وهذه العلاقة طبعا تحفظوها زين، هاي العلاقة بين هاي همات تحفظوها. يقول لك ما هي العلاقة بين المجال الكهربائي وانحدار الجهد. نجي على هذه 174، هم تقروا هاي مال تذكر. سطح تساوي الجهد، سطح تساوي الجهد. تمام، هي بس هاي الورقة حاخذها ان شاء الله على الفيديو اللي يجي نحل هذا الأمثلة. صفحة 176 و177. المهم سطح تساوي الجهد، وهو تعريفه، وهو التي تكون نقاط سطحه جميعا بنفس قيمة الجهد الكهربائي، أي فرق الجهد بين أي نقطتين من نقاط يساوي صفرا. وهذا الخواص مالاته، ما عندي شي بعد. خواص تعريفه، خواص تساوي الجهد، يقول لك خطوط يعني هذا النيكول هن ثلاثتين. تمام، نعم، اي هنا ماما يقول لك هنا خواص سطوح تساوي الجهد، خواص سطوح تساوي الجهد. هنا اذا قال لك خواص تساوي الجهد، شو نقول له؟ اولا خطوط القوة الكهربائية المرسومة،
خطوط القوة الكهربائية ولو نفس الشيء، يعني أفضل هذا تقرونه أحسن، هذا ما بي شيء، لأن يعني شو نفس الحكي نفس هذا. المهم خواص سطح التساوي الجهد هذا تعريفه والخواص مالاته.